وديت الصينية ماما لخالتي صبرا. تسلم يا حبيبي. محشي. أم مينا بعت لنا المحشي ده يا أم. أم مينا تسلم إيديها، طول عمرها صاحبة واجب. بقولك إيه يا بطة يا بنتي، تعالي يا حبيبتي تكملي الأكل حسن رجلي مش شايلان، عايزة أخش أصح أبوكي. يلا يلا حاضر. يلا يا حبيبتي. الله، انت صاحي يا امين؟ صدق الله العظيم. ايوه صاحي يا صبرا، ولا شايل الهموم زي حالاتي يجي له نوم؟ ان شاء الله ربنا مش هيجيب هم ابدا، ربنا يفرج الهموم. قادر يا كريم. اللهم امين يا رب. يا رب. امال فين ادم وعامل؟ ادم لسه في كليته وعامل لسه نايم. وفين يحيى؟ بيلعب كرة في الشارع. يا دي الكورة، كل يوم لعب كورة؟ يا اخويا ما تسيبه يلعب. فكر نفسه ابو تريكة ولا ايه؟ يا اخويا اسمع من بقك ربنا ويبقى زي ابو تريكة. قادر يا كريم يا رب. اه ايوه، دلعي انت فيهم كده لحد ما يبوظوا ان شاء الله. يا اخويا تدلعوا في حياتك ان شاء الله. خليك خليك انت. الله العظيم. اهلا يا سامية. ازيك يا ابو؟ الحمد لله يا بنتي. انت كويس؟ الحمد لله. عامله ايه في الحمل؟ الحمد لله عايشه. سامي يا حبيبتي. ازيك يا ماما؟ وحشتيني. وانت كمان. اه سامي حبيبتي. ازيك يا بابا؟ الحمد لله يا بنتي. امال فين بطه؟ بطه طالع عينيها في المطبخ. اغيثونا. طب انا هقوم اشوف الاكل. لا خليكي وانا هشوف. طب انا هصحي عامر بقى. ها يلا يا اب هنا يا كسروا المرسيدس. بتاعت له وجهه المحل دي بكام؟ ولا ده بكام؟ ولا ده؟ بس مين عامل ايه ساعه الكوره؟ اتكل على الله مفيش كوره. يلا الكوره دي هتقطع وقتي. معلش والنبي عامل ايه ساعه الكوره؟ مفيش كوره يا ابني. يلا اتكل على الله. يلا بقول لك معلش عامل ايه ساعه الكوره. يلا يا اب هنا اقعد اديك على قفاك. انت مين على قفايا يا عم انت؟ لا انت ولا 10 سايق. ابوك يا حبيبي خالي مع عديس. ايه؟ ابوك يا حبيبي خالي مع عديس. اتكلم يا هادي يا عم. انت في ايه يا في ايه؟ كورة جت عنده تسبت له بيقول لك ديك على قفاه. يعني قال لك انا اسف وتدي له على قفاه؟ ليه؟ اخوه مات يا روح امك. لا ما ماتش بس هيموت النهارده. ويلا من هنا يا واحد ما فيش شطار. والنبي خلاص يا جدعان، ظهروا ديروا يا جدعان. يا عم صل على النبي حتى عليك يا يالا. بس يا بس يا ادم خلاص يا ولا ولا الواد ده لو عدى من قدامك بعد كده وما وقفتش تدي له تعظيم سلام هطلع عين اهلك. فاهم؟ ماشي يا ادم. ما خلاص يا ديزي لم نفسك يا جدع، احنا في رمضان وخلي عندك دم. خلاص يا ادم حق عليك. وانت اه لو حد بقى معاك تاني وما خزقتش عينيه هقعدك فوق مع اخواتك مع الحريم، ما تشوفش الشارع ده تاني. عيب عليك يا ابو ادم، انت لو كنت اتاخرت شويه كنت جيت لقيتني معلقه على باب المحل. جدع. لا ده انت حلو اهو. يلا يا ادم بقى. يلا يا جدعان قصاد طبيب كل واحد فين. ايه الدوشه اللي انتوا عاملينها دي؟ انتوا مش عارفين ان في ناس نايمه ولا ايه؟ خش جوه بيت. بيت تمت بيتك. بتقول لي كده على اساس ايه يعني؟ انا ولا مراتك ولا خطيبتك ولا حتى قاري فتحتك عليا. انا كده بقى حبيبتي بغير على اهل حتتي كلهم. خش جوه يا فاروق. حاضر يا ادم يا ابني. اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت. صمت وافطرت. الجهوات بقى عاملين لي فيها بلطجيه. كان مين فيكم سبب الخناقه؟ يحيى. يعني استهبل؟
خلاص يا عم امين صحتك بقى معلش، هو مش هيعمل كده تاني. ما تعملش كده تاني يا ولد. ايوه كلنا كلنا يا ادم. واكلك ليه يابا بس؟ ما السفره مليانه ايه. انت ما جيتيش تفطري معانا امبارح ليه؟ انت عارفه يا بنتي حمادي ست كبيره وما ينفعش اسيبها، انا ما صدقت اختها جت فقلت اجي افطر معاكم. بس صعبات يا بنت، ما بيتكم ورانا بشارعين، ولا انت عايز عبده جوزك بقى يقول ان احنا ما صدقنا خلصنا منك؟ عبده مالك يا سامي؟ فيك ايه يا حبيبتي؟ مفيش يابا، عبده اتخانق امبارح في ليبيا محبوس من امبارح. ايه محبوس؟ ربع الفرخه اللي قدامك ده يا صبر. بتقول لك جوزها اتخانق ومحبوس؟ هات الشوربه دي يا بطل. هو اتخانق ليه؟ هو راح يشتغل ولا راح يتخانق؟ ما اعرفش يابا، انا كل اللي اعرفه ان واحد كلمني امبارح في التليفون وقال لي ان عبده عور واحد وبيحققه معاه. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، وده وقته يا بنتي. انا مش عارفه يما اعمل ايه، هجيب فلوس الولاده منين؟ طب وعبده مش عامل حسابه ويبعت لك فلوس؟ كان ناوي بس ما بعتش. ما بعتش ليه ان شاء الله؟ ما اعرفش يابا، انا ما اعرفش حاجه، حتى مش عارفه اوصل له ازاي. الزعل وحش على الحوامل، كل مولود بيجي برزقه. معلش يا سامي يا حبيبتي، ان شاء الله هتتظبط، بس اهم حاجه دلوقتي نطمن على عبده. ما تقلقيش يا حبيبتي، ان شاء الله كل حاجه تتدبر. ان شاء الله هحاول كده اخش لي الجمعيه وان شاء الله هدبر لك مصاريف الولاد. ما تقلقيش يا حبيبتي. جمعيه؟ هتدفع الجمعيه كل شهر منين ان شاء الله؟ يعني احاول اشتغل كده كام فستان زياده وربنا يسهلها. قول بس انت يا رب. لا اله الا الله. كام فستان زياده ازاي؟ إذا كنت أنت مكفية على المكنة ليل ونهار، هتعمل إيه أكتر من أنت بتعمليه؟ دي بنتنا برضه يا أمين ولازم نقف جنبها. الله، وهي مش لها راجل يقف جنبها ويساعدها؟ ولا إحنا مكتوب علينا إن إحنا نجهز ونجوز وهم يجيبوا عيال وفي الآخر يقعوا في قربزنا إحنا برضه؟ خلاص يا عم أمين، في إيه بقى؟ واحد الله. لا إله إلا الله يا سيدي، لا إله إلا الله، مش كفاية علينا خالك؟ حاطط إيديه في مية باردة ما يدفعش حتى تمن الربسو اللي بيغسل بيه غياراته. رايح فين؟ خلاص. طب كمل فطارك. خلاص نفسي اتسدت. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ما تزعليش يا بنت ساميه، انت عارفه مفيش اطيب من ابوكي، وعارفه برضه انه بيطلع يطلع يطلع وبعدين ما بعرفش ينزل. قوم اجيبه انا. اوكي يا بنت يلا. استغفر الله العظيم يا رب. بابا كل يا حبيبتي كل. واسع يحيى العب يا قفا يا قفا يا هفا، هو ده اللي مقطعهم مقطعهم. طب اللي اول واحد فيكم بيعرف يلعب، هات الكوره دي تعالى تعالى هشوط شوطه واحده. راحتك يا كبير، ده انت لسه مدي الديسه علقه تمام. تمين يا بقول لكم ايه، مين فيكم بيعرف يقف جون حلو؟ مفيش. هشوط شوطه، اللي هيصدها اديله 5 جنيه. انا هقف جون. خمساتك يا ادم. ادم استنى ما تمشيش، عايز اقول لك على حاجه. يا ابن المحظوظه يا سيس. ويلس ها مركز؟ ركز. البس يا ادم. ايوه يا ابو ادم. صحي صحي مفتح عنك انت. طب خيرك يا ادم، ده ما جاتش من اللي واقفين على النواص. تعالى الف الادب. ربنا يخليك يا حبيبي. محدش فيكم ده. راح فين ده؟ انت كنت فين؟ بوصل لأم فتحي. هو انا مش قلت لك استناني؟ ايه يا بنت الشخصية الشرسة دي؟ مش قبل الفطار؟ انت مش جوزي، انت مش خطيب، مالكش كلمه عليا، وبعدين مالك زي القطر كده. انت هتلبخ ولا ايه؟ مش هلبخ يا عم. ايه انت عايزاني في ايه؟ ما هو انت لو تعرف انا عايزاك في ايه هتقدر. في ايه بقى؟ كل سنه وانت طيب. ده العيد بعد بكره. ده مش العيد، ده عيد ميلادك. صدقك كنت ناسي يومتي الوحيده اللي افتكرتي. هو انت ما عندكش نتيجه ولا ايه؟ لا والله. 29/2 اليوم ده انا لا يمكن انساه، ده بيجي مرة كل 4 سنين. أيوة فعلا سنة كبيسة يا عم. أو اليوم الزيادة ده بالنسبة لي أحلى يوم. أنت بقى يا ستي عيد ميلادك كمان شهرين، ليك عليا أجيب لك حتة هدية بس مش هحرقها لك دلوقتي.
ايه ده؟ انت فاكر عيد ميلادي يا ادم؟ عيد ميلادك؟ عيد ميلادك ده يتنسي يا عبيطه؟ وانا انسى برضه سندوتشات المسقعه والمفتقه اللي امك كانت بتعملها لنا؟ سندوتشات مسقعه ومفتقه ايه؟ هو ده اللي انت فاكره؟ بهزر معاك يا عبيطه. والحلاوه والجبنه الرومي والزيتون. جبت لي ايه بقى؟ تصدق الجاكيت ده اصلي؟ بجد عجبك؟ اه والله. يا رب يطلع مقاسك. هيطلع مقاسك. بعدين انت ذوقك حلو يعني، لازم يعجبني. حلو؟ مقاسي ها؟ هنفع ظابط ها؟ شكرا يا هنا. وانت بقى بنت مش هنفرح لك بعريس بقى ولا ايه؟ كبرت كده وحلاوتي وما ينفعش تسابي بقى كل ده. ليك عليا بقى يوم فرحك نزوق لك الفيسبا واديك كوافير بنفسي. طيب يا هنا همشي انا بقى عشان ما اتاخرش على الشغل. بالنسبه للشنطه دي بقى خليها معاك عشان عيد ميلادي الجاي.